السلام عليكم كيفكم يا صبايا شو الاخبار طمنوني عنكم اشتقت لكم كثير ورجعت بفيديو جديد ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب روتين اليوم راح يكون هيك يعني روتيني ليوم الجمعه روتين كله حماس ونشاط فتابعوني للنهايه حطوا لايكات كثيره وكتبولي لي تعليقاتكم الحلوه بس قبل ما نبلش بروتين يوم الجمعة هون يوم الخميس مثل ما شفتوا كان عنا الجو برد مطر تقولي مربعينية وما شاء الله ما شاء الله الله يبعث الخير والله يجعل حياتنا كلها خير بخير يا رب كانت المطر ما بتوقف أبدا إلا شي يومين عن جد يعني غرقنا حرفيا أنا عندي البيت كتير لما بتنزل المطر بتدخل من الشبابيك ومن الباب الله وكيلكم رايحة جاية بجيب بها وبعصر بها المي لحد ما هون كانت تقريبا يعني الساعة شي خمسة وانا مالي عرفاني حالي ايش بدي اساوي اكل لحديت هلا يعني طول اليوم عم بشتغل فقت الصبح غسلت خلصت غسيل صارت تمطر طافت عندي الغرفه لبين ما انه شلت المي كلياتها بالمساحات اعصر واشيل ولميت وخلصت لقيت انه انا حرفيا فارطه إيه شو بدي اساوي اكل هلا هون كان في عندي بقيان اكل من قبل بيوم يعني بس انه لازم اساوي شيء جنبه ما بكفي فقلت لحالي والله مالي الا هي الاكله يعني زوجي كثير بحبها وانا ما بساويها كثير يلي هي فتت الدجاج يعني بساوية بالسنه مره مرتين يعني حرفيا هلا مالي عاملتها من رمضان الماضي فعملتها اول شغله كان في عندي فروجه غسلتها كثير منيح وحطيتها لحتى تنسلق وبعد ما انسلقت كلها فتفتها وشو عملت بمية سلق الفروجة طبخت تقريبا كاستين رز يعني ما كترت رز ما بده اي شي يعني بس انه منحط له شوية ملح رز قصير طبعا لازم يكون وهون اجيت بدي اساوي الصوص الصوص عبارة عن طحينة ولبن وتوم وملح وفلفل حمراء رش وبس وعصير ليمون حطيت شوية مي ومثل ما واضح معكم يعني هو بشكل عام صوص الفتات كله بيكون نفس الشيء يعني عبارة عن طحينة ولبن وتوم وليمون وملح وكمون في ناس بيحطوا كمون أنا لفتة الحمص بحط كمون بس إنه فتت الدجاج بحس إنه كمون ودجاج نحن الحلبية ما كتير متقبل هيك فكرة يعني وهون في عندي خبز مقلي حرفيا انا هون كنت بدي اقلي الخبز بالمطبخ وما بحب اني اقلي بالمطبخ لانه بحس البيت كلياته بتصير ريحته زيت قلي فوالله رحت صليت العصر وقلت يا رب انه تهدى شوي المطر بس انه اطلع اقلي وجبتين خبز سبحان الله هديت المطر وقفت على الخالص ها صبايا وطلعت كمان الشمس هيك شوي يعني سبحان الله بتحسوا انه جو ربيعي شمس وهي طلعان الشمس عم تمطر ما شاء الله على هالجو هذا فطلعت لبرا والله لا قالت وجبتين بس انه ما كترت يعني خبز وهون جيت بقى بدي أطبقه انا هون صبايا مو اشتغلت بمي بارده وغسلت ومثل ما قلت لكم طافت عندي الغرفه فالمي كلها بارده وانا عم بشيل بها المي ويعني بالمساحات وبعصر هالمي وبشيلها كانه اخذت برد ما بعرف شو صار لي بدي اجهز الطاوله من شان احط الاكل يعني ما بقيت اقدر هون واقفه حرفيا ها صبايا والله واقفه عم بطبق الاكل وعم بصور قلت لحالي يعني خلاص بدي ابلش بفيديو اللي زمان ما صورت حاسه انه كل عرق بجسمي متشنج حرفيا ما بعرف شو يلي صار لي بس الحمد لله هيك يعني على السريع قلت له لزوجي لازم تساعدني فانا بس انه طبقت الفته وهن سخنوا الاكل وطبقوا السفره وهيك اخذت هيك لقطه على السريع وبس بدي اروح اقعد جنب الصوبه واريح شوي شو يلي صار لي ما بقت اعرف لصيام مع البرد الله من عنده بس هيك يرحمنا برحمته ويكون معنا ويصبرنا صبايا هون انا شو عملت حطيت طبقه من الخبز المقلي هلا في ناس ما بيحطوا خبز مقلي بيحطوا خبز ماكن في ناس ما بيحطوا ابدا خبز مثل ما انتم بتحبوه بس انه بصراحه انا بحبها بهي الطريقه حطيت طبقه من الخبز المقلي طبقه من الرز بعد هيك بنحط عليه الدجاج يلي نحن هون سالقينه وفتفتينه وبنحط عليه رشه بهار واخر شيء بنحط الصوص يلي عملناه وبنساوي الكويه سمنه فيك تحطي شويه مكسرات وفيكي لا يعني هي خطوه اختياريه اكله كثير سهله وسريعه وبسيطه انا لسه بفضل اني اعملها لما بيكون زايد عندي مثلا قبل بيوم مساوي فروج بالفرن او جايبين فروجه مشويه وزايد بس انه الصدر حسب يعني فشو بعمل بساويه ولما بيكون ما في عندي شيء ابدا عادي يعني فينا كمان نسلق دجاج اسلقي بس الصدر يعني يلي بدك اياه ما تتقيدي باي شيء كله بيمشي وكله نعمه رب العالمين في عندك بس انه مثلا قطع فروج قليهم تقليه وحطيهم كمان بيصير ساويه باللحمه مثل ما بدكم دائما انا ما لازم نتقيد باي شيء بهي الحياه خلص الواحد من الجود بيمشي الموضوع يعني انا هون كان بقيان يعني عندي فريكه لانه ملوخيه من قبل بيوم فشو عملت قلت انه بعمل هي الاكله جنبهم يعني مش انه الاولاد بتعرفوا الاولاد برمضان هيك بيكونوا جوعانين وصايمين بيحبوا يتدللوا وانا بصراحه بحب اني ادلل اولادي بس انه مو بطريقه اكون عم بعمل اكل كثير وتبذير وهيك لا يعني هيك وهيك مثل ما بيقولوا خدوا عين والله يرزقنا ويرزقكم الله يكون معنا يرحمنا برحمته الواسعه وهلا هون يا صباح الخير من يوم الجمعة وإن شاء الله جمعة طيبة للجميع يا رب تكون بداية أسبوع كلها فرح وسعادة وهنا لقلوبكم الطيبة هون كان في عندي ابن أخوي خليلي قلبه أنا لما بطالع ابن أخوي معي بالفيديوهات كتير صبايا لي هذا ابنك لا يا صبايا للصبايا اللي عم يتابعوني جديد طبعا أول شي أهلا وسهلا فيكم أنا في عندي بس صبيين هون طبعا شباب يعني صف تامن وصف تاسع بس هذا هون ابن أخوي وأحيانا كمان بصور ولاد اختي يعني هذا ابن اخوي الصغير انا عندي اخ بس واحد يلي متزوج وعنده بس صبيين هون كان اخوي اخذ مرته ورايحين على السوق يعني فهو ضل عندي وقاعد قال ابني كان عم بيلعب على اللابتوب فقلت له روح اشتري لي راح على السمان وترك اللعبه مفتوحه فقاعد وعم بيطلع عليها قلت له انت بتعرف تلعب قال لا ما بعرف قلت له ما بدها شيء بس هيك كبس فصار شو يعمل لك افكر حاله انه هون عم بيلعب يعني صار هيك يحط ايده على الماوس ويحركه وما بعرف شو قلت له هيك انت عم تلعب وشطور وربحت كمان الله يحميهم هالولاد ويبعث ايام حلوه يا رب طبعا انا يوم الجمعة فقت لقيت انه الجو كتير حلو كان في عندي وجبة ابيض قلت امي يا بنت غسلية اترى انه يعني في شمس لانه لما بيكون ما في شمس ما فيني اشغل غسالة فقامت والله هالغسيل وشغلت من كست الكهرباء كان البيت كله لما بتطلع الشمس بعد اسبوع غيم ومطر بحس بسعادة والله عن جد بقوم على الشغل بشغل المنكسة وبشغل بشحن كل والغسالة عن جد بحس حالي هيك انه صرت ملكة او هيك يعني ما بعرف كيف اشرح لكم الوضع الناس اللي عايشه مثل هن بس رح يحسوا فيني انه كيف هيك الشعور والفرحه، الحمد لله على نعم رب العالمين علينا، نحن دائما عايشين بنعم لما منستشعرها وبنحمد رب العالمين عليها بنحس انه نحن ملوك الدنيا، وهي الدنيا فانيه وما فيها شيء مستاهل. هون خلصت كل شغلاتي برا والتنظيف وفاتحة بشمس كل شي بالبيت صليت وقرأت شوي بالقرآن وبعد هيك دخلت على المطبخ اليوم بدي أساوي معكم الأكلات يلي أنا بحبها اتفقنا أنا وزوجي قال لي بما أنه إلك كم يوم بالمطبخ وعم تطبخي أكلات تقيلة ومتعبة فأنا اليوم بدي أريحك وبدي أجيب لك أكل جاهز أنا كثير بحب عش البلبل فقال لي وصيت لك عليه قلت له الله يرزقك ويعوض عليك طيب أنا أبروك وأروح راسي وأنام وهيك يعني أعمل استرخاء أكيد لا بقوم بطالع الشغل يعني بينكو الشغل فقالت امي يا بنت انت واعملي المقبلات رح اساوي معكرونه بالجبنه كثير بحب هي الاكله انا كمان لما كنت حامل بابني الكبير ما اتوحم الا على المعكرونه بالجبنه احبها كثير كثير وين ما اروح تقول مثلا ماما عمتي بيت حمي شو مشتهيه شو نطبخ لك اقول لهم معكرونه بالجبنه هي الطريقه طبعا يلي يعني هلا رح اشاركها معكم هون سبحان الله هيك عم بشتغل وتعبانه وما بعرف شو فتذكرتها ولي زمان والله ما عملتها فهو زوجي نازل بده يجيب الاغراض قلت له جيب لي معك جبنه بدي اغلي هيك وهي تازاية وبدي أساوي معكرونة بالجبنة فهون يا صبايا كان في عندي جبنة طبعا مثل ما بتعرفوا يعني ما بدي أي شيء طريقة تسنير الجبنة بنحط مي وملح بنغليهم وبعد هيك بنحط الجبنة فيها لما بتكون الجبنة تازة ومنساوية مباشرة ونطبخها طبعا بتفرق كتير من لما بنكون مونينا وهيك طبعا هلا لسه بكير يعني على مونة الجبنة وانا ما كان بقيان يعني عندي خلصت المونة الشتاء طويل وبنستهلك جبنة كتير يعني نحن عيلة بنحب الجبنة وبحب انا كمان اعملها بسلطات بمعكرونة بكتير وصفات فهون جبتها تازة يعني وساويتها وهلا هون بعد ما اخلص كمان بدي اساوي معكم السلطة يلي انا بحبها طبعا هن صنفين يعني سبحان الله بنقول ما رح نعمل شيء او يلا بنقوم نعمل صحن مقبلات بس والله الشغل من وين بيطلع ما بعرف والجلي الجلي يا صبايا بس عندي عم يتكاسر ولا عندكم كمان كتبولي بالتعليقات لسه كمان والله بحس انه بشهر رمضان الجلي بيكتر كتير ما بعرف ليش عن جد كل يوم عم بجلي جبال جلي اليوم مثلا طبعا هذا الفيديو مصور من كم يوم هلا اليوم انا عم بمنتج الفيديو قمت عملت كمان صحن مقبلات طلع جبل جلي دخل زوجي لعندي على المطبخ قلت له شوف بس عامل لي صحن معكرونه معكرونه بالخضار يعني قلت له شوف جبل جلي الجلي من وين بيطلع ما بعرف فانتوا عم بتمروا بنفس المعاناه ولا بس انا كتبولي بالتعليقات الله يسعدكم جميعا يا رب وشكرا كتير كثير على كلامكم الحلو على تعليقاتكم على دعواتكم على اهتمام على كل شيء الله يجبر بخاطركم جميعا يا رب هلا هون كمان حطيت المعكرونه بدي اسلقها وبدي انصحكم بهي المعكرونه يلي اسمها عقل بتجنن طبعا هي صناعة سورية أنا بصراحة لأول مرة بجربها يعني كتير حبيتها حسيتها أحسن من كل أنواع المعكرونة اللي جربتهم بحياتي وكمان أحسن من معكرونة دانا معكرونة دانا أنا كتير بحبها بس مو دائما عبتجي الأصلية أحيانا بتجي بتكون النتيجة بتجنن وما بتلزق تمام وأحيانا بتجي عبتجي عبتنخبس وما بعرف شو فشو الفكرة ما بعرف بس هاي المرة يعني هو صاحب السوبر ماركت نصحنا بهاي المعكرونة اسمها عقل جربتها وكتير حبيتها وحبيت كمان اني انصحكم فيها طبعا هي صناعة سورية يعني وسعرها ما كتير غالي فحبيتها كتير والله بصراحة والحمد لله على كل حال كل شي هو خير ونعمة بس يعني احيانا منجرب شي منحبه ومنرجع منعيد احيانا لا عادي يعني بس انه بشكل عام كله نعمة رب العالمين والله يديم علينا وعليكم النعم يا رب والله يرزقنا ويرزقكم رزق طيب يكفينا ويغنينا وان شاء الله الله يجعل حياتكم كلها فرح وبركه وسعاده ويجعل رزقكم كثير يا رب هون يا صبايا طبعا يعني لازم نغسل الخضرة وكمان روبت اللبن مثل ما شفتوا هلا شوفوا أنا وجه اللبن ما بحب إني أروبه بحسه ما بدوب وبيضل هيك بيعطي قطع يعني في ناس نحن بنقول له وجه اللبن في ناس بيقولوا قشطة اللبن فما بعرف أنا بشيله بتركها يعني إنه على السحور بحط له إياها لزوجي بحط عليها رشة نعناع ورشة ملح بتطلع طعمتها كثير طيبة هون كمان بدي أساوي معكم سلطة كثير طيبة وكتير بحبها حبيت اني اشاركها معكم جربوها عن جد طعمتها بتجنن، انا من الناس اللي كنت استغرب انه كيف بدي احط جزر مع السلطه، ما كنت يعني هيك يعني عندي هي الجرأه انه اجرب هيك شيء بصراحه بس لما جربتها النتيجه بتجنن، هون شو عملت؟ برشت الجزر، طبعا انا بفضل اني الجزر ابرشه برش لانه بالفرم هيك بيقرط وبحسه مزعج بالاكل ونحن عائلة ما بنحب الاكل يلي بيطالع اصوات يعني هيك الاكل يلي بيقرط ما بنحبه منشان هيك انا الجزر بما انه هو هيك له قرطه كثير قويه فشو بعمل ببرشه وبرش راح افرم خيار وبندوره وبقدونس طبعا فيكم تحطوا اي نوع خضره انتم بتحبوه يعني انا كمان كنت بدي احط خسه بس ما كان بقيان عندي وابني راح يعني ما في حدا يروح يجيب لي وزوجي نام فقلت خلاص يعني عادي بيصير كله ماشي انا بالاكل ما بحب اني اوقف عند اي شيء يعني حتى لو انه زوجي بيقبل بطبخ الطبخه بلا لحمه يعني عادي يعني وين المشكلة فكله نعمة رب العالمين بس هو بيقول لي لا استني حتى أجي أنا أجيب لك لحمة بتطبخي ما بيحب الأكل هيك بس أنا والله ما عندي أي مشكلة بقول لحالي حتى أحسن يعني مش الجاليات ما بيكون فيها ريحة زنخة فعن جد الأكل بالنسبة لي هو المهم إنه الواحد ينحط قدامه شيء ياكله يحمد ويشكر ربه عليه ما يحس بالجوع بس مو أكتر وبالنسبة للمعكرونة بعد ما انه سلقتها بصفية وبغسلها لحتى تروح يعني المادة النشا اللي فيها كلها وبعد هيك بحط معلقة سمنة وبحط المعكرونة وبحط لها شوي من مية الجبنة المية اللي سنرت فيها الجبنة طبعا هي بتكون يعني فينا نحفظ فيها الجبنة ومي معقمة كمان حطوا منها للمعكرونة بتطلع طعمتها بتجنن وبحط بقدونس ومع وجبنة وشو كمان ونعناع وفلفلة حمراء رش وحبة البركة بنحرك هيك مع بعضهم وبيصير في عنا طبق كله غرام طبعا يعني فيكي تستخدمي اي نوع جبنة انتي بتحبيه او انه اي نوع جبنة انتي متوفر عندك انا لما كنا بالحصار كنت اساوية كمان بالجبنة المثلثات كمان بتعطي طعمة طيبة هو على فكرة يلي بيعطي النكهة المميزة لهذا النوع من المعكرونة هو البقدونس عن جد حطوا شوية بقدونس مع شوية اي نوع جبنة تاخذوا نكهه طيبه بس انا للامانه يعني بفضل اني اساويها بهي الجبنه الخضراء جبنه السوريه بحس انه اطيب شيء وهون اجيت بقى بدي ابلش ارتب الطاوله انا شو بعمل صبايا بحط لكل حدا فينا تبسيه او انه صحن صغير يعني عادي ما بيفرق بحط فيها ثلاث تمرات وبحط كمان من هدول كرات العجوه طبعا هون في عندي عجوه ونفس الطريقه اللي سويتها معكم يعني بس انه مغلفه بالسمسم طبعا يعني الطرق كثيرة بس انه انا بصراحه بحب ادخل التمر والعجوه كتير كتير بشهر رمضان بالاكل بالحلويات لازم دائما اولادي يعني على فطور او انه على سحور يا تاكلوا قطعة لأنه فوائد التمر يعني قد ما عديناها ما بتخلص وبضل هيك عاطي رطوبة للجسم وبيعطي للجسم فائدة كثير كبيرة وقوة أثناء الصيام فعن جد التمر كتير مهم لو أنه أنتم ما بتحبوا يعني قطعة وحدة المهم أنه حاولوا أنكم كل يوم تاكلوا لو تمراية وحدة حتى مو أنه بس أيام الصيام لا بكل الأيام فوائده كتير كبيرة عن جد بحسه أنه هو يعني نعمة بحياتنا وهلا هون اجيت بدي اتبل السلطة يلي فرمت لها خيار وبندوره وبقدونس وجزر طبعا انا دائما بحب اني احط مع السلطه بصل بس لانه حاطه هلا انا هون جزر فما بحط بصل بصراحه بحس انه هدول الاثنين ما بيتفقوا كثير رح احط لها كمان ملح وطبعا الليمون اهم شيء يعني ودبس رمان ونعناع وفلفله حمراء رش بحركهم هيك مع بعضهم كثير منيح وكمان بحب اني اسكب لكل حدا فينا صحن سلطه صحن معكرونه تبسيه التمر بلزم اولادي انه لازم ياكلوا واللي ما بيخلص صحن السلطه على الافطار بحب انه ياكلوا بعد الافطار انه بعد التراويح يعني او انه على السحور المهم انه هذا صحن السلطه لازم تاكله بقول لانه كثير طبعا السلطه مفيده لجسمنا اثناء siye ايه يا حبيبات قلبي انتو كمان كتبولي بالتعليقات على انواع سلطات أنتم بتحبوها وبتعملوها حتى انا كمان اجربها او إنه انواع بالمعكرونة او إنه انواع مقبلات أنتم بتحبوها بتحسوها إنه سهلة اهم شي الشغلات السهلة لأنه انا ما بحب الشغلات المعقدة ما بحب الشغلات اللي بدها شغل كثير وخطوات كتيرة انا هيك بحكيها يعني والله بس انو وقت الشغل عن جد بشتغل يعني ما بعرف اذا في عندكم اكلات او شغلات سهلة كتبولي حتى نأخذ من بعضنا افكار مثل ما انا عم بشارك معكم سفرتي انتو كمان شاركوا معي شو عملت أو إنه شو عم تعملوا اختراعات بشهر رمضان أكلات جديدة تجارب جديدة شو عم تتابعوا شو عم تحضروا طبعا دائما هيك بناخذ من بعضنا أفكار شوفوا لأحكي لكم يا صبايا طبعا أنا هون شو عملت خلصت كل شي وجهزت السفرة مثل ما كان واضح معكن فأنا هون شو بعمل بيكون مثلا بأيام نص ساعة ثلاث أرباع الساعة للأذان بجي وبجلي هالجليات يلي طلعوا كلهم ليش؟ لحتى بعد الإفطار بكون آكلة وتعبان وكمان في عندي تراويح فما يكون في عندي جليات كثيرة هن هالكم صحن وهالكم كاسه الله يقوينا ويكون معنا وكتبوا لي كمان شو عم بتابعوا بشهر رمضان انتم من الناس اللي بتحبوا تتابعوا مسلسلات ولا لا شوفوا لالكم انا اساسا لا بحب اتابع مسلسلات ولا عندي هاي الهوايه وكمان هاي الفتره يعني او انه بهذا الزمان صاير الواحد ما يفتح التلفزيون ولا يتابع مسلسلات احسن له، طبعا انا ما شفت بس انه سمعت، الله يسترنا بستره احسن شيء، أه بصراحه لما بنكون عم نفطر نحن ما بنحب هيك انه ناكل من دون ما يكون في صوت، يعني بنحب هيك نحط على شيء نحضره، واكيد الواحد هو عم بياكل ما راح لا يشغل على قران ولا حتى على دروس، فشو بنعمل بنحط على مسلسلات، يعني احيانا بنحط على باب الحاره، على عوده غوار، هدول هيك المسلسلات القديمه يلي الصوت الحياة الأجواء بتعطيكم شعور كتير حلو شعور فيه دفع فيه حنية فيه أمان طبعا الأمان برب العالمين والله يجعل حياتنا كلها راحة وأمان يا رب بس ما بعرف أنا هذا الشعور كتير بحبه بس عم بتابع برامج المسابقات يلي عن جد عم بتفتح جروحاتي عن جد كتير زعلانة على بلدي وعلى أهل بلدي وعلى يلي وصلني له تعرفوا في برامج مسابقات يلي عم بالشوارع وبيشتروا الطبخة مثلا أو إنه بيساعدوا الناس احيانا عم بتابعهم يعني بكون ما في عندي شيء اخر اليوم بحب احضر لي شيء حلقه من باب انه اشوف بلدي شوارع بلدي واهل بلدي كمان ببكي وبنقهر وبيفرط قلبي وبدعي وبعدين بحط راسي وبنام هاي اجوائي زائد شغل البيت طبعا يلي ما بيخلص الله يقوينا ويجعل ثوابنا عن رب العالمين كثير كبير وطبعا قراءه القران والصلاه بصراحه انا هاد يلي عم بيصير معي اكتبوا بالتعليقات انتو شو يلي عم بيصير معكم شو عم بتتابعوا وكيف عم بتقضوا يومكم طبعا يا صبايا انا شو بعمل شو مكان الجلي يعني هون مثل ما واضح معكم حتى ما في زفر اول شغله بليف الجلي كله وجه بنظفه بحطه على جنب بعد هيك بنظف قلب المجله بغسله وبليفه وبعدين برجع بجلي الجليات وبغسلهم وبطبقهم، بهي الطريقه بضل دائما جلياتي نظيفه ومعقمه وريحتهم حلوه، لما بيكون مثلا الجليات الطناجر الطوايات الصواني فيهم طبخه فيها لحمه فيها شيء، فبحط بقلبها شويه مي سخنه او انه شويه مي من الحنفيه بقلبها شرائح ليمون بتركهم هيك شوي منقوعات وبعدين برجع بليفهم وجه تاني، بصراحه من لما اعتمدت هاي الطريقه ما عاد افتح سحابه او انه افتح قلب الفرن او انه الاقي هيك الجلي عندي ما بنضيف الجلي دائما ريحته ليمون وبس اكون عم بعصر ليمون للسلطه للطبخه لاي شيء بترك قشر الليمون بحطه هيك بصحن بتبسية او انه بحطه بقلب المجلة دائما ريحه مطبخي ليمون عن جد ريحه انتعاش ريحه نظافه ريحه بتجنن طبعا الليمون بيعقم وكمان بيعطي لمعه للجليات واكثر شيء بيعطي لمعه للستانلس هون طبعا يعني كان بقيان شي نص ساعة للإعدام فرح أبلش إني أحط الأكل هون اجى زوجي جايب لي معه لقم أنا كتير بحبه نحن بحلب بنقول له لقم يمكن بالشام بيقولوا عوامة وبحمص بيقولوا له فواشات فأنتو شو بتقولوا طبعا هو طريقته كتير سهلة يعني بس أنا بصراحة ما بعمله بالبيت ما بعرف ليش ما جربت والله ولا مرة يمكن شي نهار اجربه ما بعرف كتبوا لي بالتعليقات انتم بتجيبوه جاهز ولا انه بتساووه بالبيت انا والله نسيانته ولا متذكرته بس هو زوجي يعني شايفه وجايبه معه وقت نزل بده يجيب الاكل لانه نحن هون منوصي يعني بشهر رمضان اكثر شيء منوصي على الاكل الجاهز ان كان لحمه بعجين او انه عش البلبل الصبح بكير وبنروح منجيبه بعد العصر هيك الاجواء عنا يعني طبعا عش البلبل هو من الاكلات اللي مشهوره بمدينه حلب وطبعا هو يعني لازم يكون على كل السفره او انه كل عزيمه حلبيه، هو من الاكلات هيك يعني بتحسوها من التراث الحلبي، اكتبوا لي بالتعليقات انتم بتعملوه بتعرفوه بتحبوه ولا كيف، انا بصراحه كتير بحبه وبحبه كمان اكثر من اللحمه بعجين. وهيك صار عنا الاكل جاهز هي السلطة والمعكرونة وانا كمان شو عملت يعني عبيت لكل حدا فينا صحن من هدول اللقم يلي جابه زوجي معه العوامة يعني شان انه بعد الاكل شو بعمل انا بطبق الاكل وبضب كل شي يعني وبخلص وبساوي قهوة وبناكل مع القهوة طبعا أكلت حلو والحمد لله على كل حال انا عندي فنجان القهوة بعد ما اضب السفرة يعني وما بجلي الجليات ها بتركهم بالمجلة بروح بصلي المغرب طبعا حتى ما نتأخر على الصلاة كتير يعني وبعدين بشرب فنجان القهوة بعدين بصلي التراويح وبعدين بروح بجلي الجليات هيك كان روتيني بهذا اليوم وهيك عم بيكون روتيني بأغلب الأيام وبس هيك والله يا صبايا وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم كتبولي بالتعليقات شو رأيكم بفيديو اليوم شو رأيكم بالأجواء وشو رأيكم كمان بالأفكار إن شاء الله يكون استفدتوا رأيكم كتير بهمني فكتبولي رأيكم بالتعليقات الله يسعدكم جميعا يا رب الله يجبر بخاطركم طبعا شكرا كتير كتير على المتابعة عن جد يعني كلامكن تعليقاتكم كتير بتعطيني فرح وسعادة حطولي لايكات كتيرة وبأمان الله عائلتي الحلوة